دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي الوزراء والسفراء، ممثلي المنظمات والهيئات الدولية، السادات والسادة، الحضور الكريم. ظلت مصر على مر العصور واختلافها بحضارتها الرائدة منارة للعلم والمعرفة، ولا تزال مصر في عصرنا الحاضر بلداً تسخر بثروة هائلة من الإبداعات الفكرية وتتسلح بإمكانات محلية واعدة بسواعد وعقول أبنائها. ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة وفي ضوء ما تولي الدولة المصرية وقيادتها من اهتمام بالغ بالحفاظ على قوتها الناعمة ورعايتها وتنميتها بما تفيض به من ابتكارات وإبداعات وفنون وثقافة، وضعت مصر نصب عينيها ما يسخر به التطور العالمي في مجال الملكية الفكرية من فرص اقتصادية وتنموية واعدة، كما لم تغفل مصر ما تنطوي عليه مواكبة ذلك التطور من تحديات. السادات والسادة، الحضور الكرام، اليوم نأتي بتكاتف وتنسيق كامل بين كافة الجهات والأجهزة، نأتي لنحتفل بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية كخطوة هي الأولى من نوعها، استكمالاً لبناء الإنسان المصري وتنمية المجتمع المصري علمياً وفنياً اجتماعياً واقتصادياً كجزء أصيل من أهداف الدولة المعلنة في رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، وذلك صوناً لحقوق كل من فكر وكل من أبدع من أبناء مصر، ودعماً لحقه في جني ثمار نتاج فكره وإبداعه وابتكاره لتعزيز المردود الاقتصادي لهذه المنظومة. اليوم السيدات والسادة، نتكاتف جميعاً ونضع أيدينا معاً لبناء منظومة متكاملة وفعالة للملكية الفكرية في مصر، تكفل التوازن بين حقوق الفرد والمجتمع وتحقق الرخاء والتنمية لشعبنا الحبيب. السيدات والسادة، نبدأ الآن الاحتفالية بكلمة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فليتفضل معالي. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، مستر دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، السادة الوزراء، السادة سفراء الدول، السيدات والسادة الحضور، يسعدني ويشرفني أن نشهد اليوم فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لجمهورية مصر العربية. ولا شك أن الملكية الفكرية يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق ما تستهدفه الدولة المصرية من تطوير شامل في كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية 2030. إن لنظام الملكية الفكرية أهمية عظيمة في دعم وتحفيز الإبداع والابتكار وتعظيم قيمته الاقتصادية وتعزيز تأثيره الإيجابي على المجتمع، والذي ينعكس في شتى المجالات والمناحي الحياتية. ومن منطلق التناغم والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة المصرية، نرى هنا ارتباطاً جلياً بين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تهدف إلى إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة ومنتجة للمعرفة قادرة على الابتكار، لها مكانة دولية تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر بما يحقق التنمية المستدامة ومضاعفة الإنتاج المعرفي وتحسين جودة الحياة ورفع مردود في التصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية. إذ يتبع الارتباط الوثيق بين الاستراتيجيتين من أن نظام الملكية الفكرية إذا ما أحسن استخدامه سيسهم ولا شك في تعزيز الابتكار وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي. إن الابتكار والإبداع والبحث والتطوير
وريادة الأعمال من المقومات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية، ونشهد اليوم التحول إلى اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكري كأساس قوي لتعزيز الابتكار وتعظيم القدرة التنافسية وزيادة الربحية. ويمكن أن تلعب الملكية الفكرية دوراً إيجابياً ورئيسياً في هذا التحول، فعلاوة على إنشاء بيئة داعمة للابتكار على نحو فعال، لابد من اتخاذ نهج ملائم لاستخدام نظام الملكية الفكرية وتوظيف ذلك في دعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وتعظيم مساهمته في إحداث التنمية. وليؤتي نظام الملكية الفكرية أطيب ثماره، فلا بد من النظر إليه من منظور أوسع من مجرد الحماية، يمتد ليشمل استخدام الملكية الفكرية كأداة لنمو وتطور المؤسسات الأكاديمية والبحثية والتجارية والصناعية وللتنمية الشاملة في المجتمع. ويبرز أيضاً ضرورة إدارة الملكية الفكرية بكفاءة وفاعلية على مختلف المستويات، كما وإنه من الضروري تعزيز قدرة الأفراد والمؤسسات المختلفة على استخدام الملكية الفكرية في تحويل ابتكاراتهم وإبداعاتهم إلى منتجات وخدمات متميزة وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً. ولذا فقد جاءت أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية لتعكس جوانب لا غنى عنها في تشكيل أساس قوي لمنظومة الملكية الفكرية في مصر. ونحن نرى اليوم تطوراً ملحوظاً في جودة وأعداد الأبحاث العلمية وأنشطة البحث والتطوير في مجالات هامة وحيوية. وهنا تأتي ضرورة تحويل نتائج هذه الأبحاث إلى منتجات وعمليات صناعية وخدمات، وهنا يتعاظم دور الملكية الفكرية التي يمكن أن تصحب وتشجع الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال وأرباب المشروعات خلال مختلف مراحل وخطوات رحلة التحول من المعرفة إلى منتجات قابلة للتسويق تلبي احتياجات المجتمع وتحقق عائداً مادياً وتسهم في التنمية الاقتصادية. ولعل ما يزيد من أهمية الملكية الفكرية في هذا الإطار أن منتجاً واحداً قد ينتوي على عديد من صور الملكية الفكرية، وأنه حتى الاختراعات أو الابتكارات البسيطة يمكن أن تستفيد من بعض صور الملكية الفكرية. وهنا ينبغي أن نعود فنؤكد أن استخدام نظام الملكية الفكرية بكفاءة وفعالية يتطلب الإلمام الكافي بمختلف جوانبه، بما يشمل إجراءات التسجيل والحماية الملكية الفكرية وسياسات إدارة وتسويق حقوق الملكية الفكرية وآليات الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية من جانب والمؤسسات التجارية والصناعية من جانب آخر. ويجدر بي هنا الإشارة إلى الجهود القائمة في وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والجامعات والمراكز البحثية من خلال مشروعات ومبادرات لدعم الابتكار وريادة الأعمال. وفي نهاية كلمتي أود أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية على كل أوجه الدعم المقدمة ومشروعات وأنشطة التعاون التي تم تنفيذها بالفعل وتلك التي يجري تنفيذها حالياً مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومكتب براءات الاختراع. من أبرز هذه المشروعات مشروع سياسات الملكية الفكرية للجامعات والمؤسسات البحثية، مشروع تطوير مكاتب نقل التكنولوجيا، مشروع مكاتب الملكية الفكرية المبتكرة، مشروع إنشاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية وتخصيص برامج التعلم عن بعد والتعاون في تقديم البرامج التدريبية في مجال الملكية الفكرية.
بالإضافة إلى مشروع تخصيص برنامج الملكية الفكرية للشباب حديث السن والمعلمين لخدمة مصر والعالم العربي. ونحن نتطلع دوماً لمزيد من التعاون المثمر والبناء مع المنظمة. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. والآن أتشرف بدعوة المستشار عمر مروان وزير العدل ليتفضل لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقر، أصحاب المعالي السادة الوزراء، الضيوف الكرام، السيدات والسادة من الحضور الأجلاء، في البداية أعبر عن سعادتي بالمشاركة في هذا الحدث المتميز، وهو إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية في مجالاتها المختلفة، ويعزز الاستفادة من البعد التنموي لهذه الحقوق باعتبارها محفزاً على الإبداع والابتكار. ولقد اهتمت مصر بهذه الحقوق إيماناً منها بأن الأنشطة الفكرية في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية هي مصدراً من مصادر ثروات الدولة، ووسيلة من وسائل الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. ولا شك أن إطلاق هذه الاستراتيجية سيرسم إطاراً يجمع هذه المصادر ويوحد مسارها تحت مظلة محددة تحقيقاً للغايات والأهداف المرجوة منها. الحضور الكريم، تتميز الاستراتيجية التي سيطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء بتغطيتها الجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومن خلال بنية تشريعية شاملة متكاملة وعمل مؤسسي متجانس ومتطور يلائم الطبيعة الخاصة لهذه الحقوق، وتتعدى ذلك إلى الاستفادة المثلى من نواتجها وعوائدها بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما تهدف الاستراتيجية إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذا الموضوع وتأثيره على الإنتاج والبحث والاختراع والتطوير، وتكريس المنافسة ومنع الاحتكار، بما يبعث على التفاؤل بأن تكون هذه الاستراتيجية نقطة تحول في إطلاق الإبداعات المصرية وجذب الابتكارات الأجنبية وسط بيئة مؤمنة قانوناً حافظة للحقوق محققة للعدالة الناجزة. الجمع الكريم، لقد ساهمت وزارة العدل بقدر ملموس في هذا المجال من خلال صياغة عدد من مشروعات القوانين ذات الصلة، وأيضاً بعقد بروتوكولات مع الجهات المختصة في هذا المجال، متوجة ذلك بالبروتوكولين الموقعين بالأمس القريب مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يتعلق أولها بنشر الأحكام القضائية المصرية ذات الصلة بقضايا الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة، ويتعلق الثاني بتدريب السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية على التطبيقات المعنية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الخاصة بالملكية الفكرية. كما أقامت وزارة العدل ندوات ودورات متخصصة ومتعمقة للسادة القضاة المختصين بنظر المنازعات الناشئة عنها، وتدريبهم على مختلف الجوانب التقنية والقانونية ومعايير الحماية الدولية وأحكام الإنفاذ
وآليات تسوية المنازعات، ومن هذه الدورات الدورة المتخصصة التي أقيمت لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ET Data، وكان آخر تلك الدورات الدورة التدريبية التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، والتي تلقى فيها 300 قاضي تدريباً متخصصاً، وكانوا محل إشادة من مسؤولي المنظمة، وكذلك إفاد عدد من البعثات إلى المعاهد والأكاديميات الدولية، منها الأكاديمية الملكية الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان من أبرز خطوات الوزارة في هذا الصدد إطلاق مشروع التقاضي الإلكتروني الكامل عن بعد بالمحاكم الاقتصادية صاحبة الاختصاص بنظر المنازعات ذات الصلة بالملكية الفكرية، وله بالغ الأثر في تيسير سبل التقاضي وتقريب هذا النوع المتخصص من القضاء إلى المتقاضين. في الختام أكرر شكري للقائمين على تنظيم هذه الفاعلية وكل من ساهم في الإعداد لها، وأتمنى أن تكلل جهودكم بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الوطن والمواطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سيادة المستشار عمر مروان وزير العدل على هذه الكلمة. والآن أتشرف بدعوة الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فليتفضل لإلقاء كلمته. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء، السيد دارين يانج المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، السيدات والسادة الحضور، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في هذا الاحتفال الهام الذي يمثل نقلة موضوعية في مفهوم وتنفيذ سياسات الملكية الفكرية. وحتى لا نعيد ما قاله الزملاء قبلي، أحب أقول إن مصر عظيمة وقديمة جدا في موضوع الملكية الفكرية والحماية لها. ويمكن يحضرني من أول قوانين حماية العلامات التجارية كان 1939، ثم أعقبوا قوانين كثيرة لحماية المصنفات الفنية والأعمال الفنية، ثم بعد ذلك قانون التسجيل للبراءات الاختراعات، ثم قانون الأصناف النباتية، ثم القرار اللازم بالمؤشرات الجغرافية. كل هذا يمثل زخم كبير في موضوع حماية الملكية الفكرية. طب أمال إيه اللي إحنا بنتكلم فيه في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؟ لما نشوف الواقع اللي إحنا موجودين فيه، هناك أكثر من 10 جهات تتعامل في هذا الموضوع، وهو موضوع هام، موضوع الملكية الفكرية. وهناك زي معالي وزير العدل ما تفضل إن في قوانين كثيرة تتعامل، أكتر برضو لو مش غلطان 10 قوانين كلهم في مجاله بيتعامل مع الملكية الفكرية. ولكن الجميع محلياً وإقليمياً وعالمياً يؤمن أن الملكية الفكرية أصبحت الآن تمثل المناخ الداعم لعمليات الابتكار والاختراع وإضافة المنتجات والخدمات الجديدة. وهذا تزامن بشكل غير طبيعي، وخاصة مع الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي لكل ما نقوم به من عمليات، ثم التقدم
في الثورة الصناعية الرابعة وما يحدث فيها من هذا الموضوع. وبالتالي أصبح لزاما علينا إن إحنا نتمشى مع السياسة العامة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية، وهي تحويل الملكية الفكرية إلى مناخ داعم للتنمية المستدامة، ومن ثم حماية حقوق كل إبداع فكري وإضافة فكرية من العقل البشري. كلنا عارفين مصر متميزة في إبداعاتها وأفرادها على طول الزمن، ومن ثم جاء التكليف الرئاسي والقرار من دولة رئيس الوزراء بلجنة مشتركة في كل الجهات لوضع هذه الاستراتيجية الهامة. ولذلك اللي بقول الاستراتيجية دي اللي هي فيها توحيد إطار تشريعي كامل للعمل في هذا الموضوع، توحيد وعمل إطار مؤسسي مسؤول عن تنفيذ هذه الأمور، بالإضافة إلى كيفية دعم كافة منظمات المجتمع المدني والصناعة والتجارة بحيث يبقى عمل مجتمعي كامل. يسعدني وأنا موجود في هذا المقام إن وزارة التموين والتجارة الداخلية والمنوط بها بحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية حصل تطور كبير جدا بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، سواء في تطوير منظومة المعلومات. النهاردة بقول وإحنا موجودين إنه عندنا أكثر من 650 ألف علامة تجارية مسجلة، وتم وضعها على الكمبيوتر وتم ربطها بالمركز الدولي للعلامات التجارية. تم عمل شبكة معلومات كاملة بحيث النهاردة طلبات التسجيل بتتم من كل مكاتب السجل التجاري، بالإضافة إلى الدعم المؤسسي. ولكن نطمح في القريب العاجل أثناء التنفيذ الفعلي لهذه المؤسسة أن يتقوم التعاون والاستمرار في التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية، وخاصة في المرحلة الانتقالية من توحيد الجهات لما لها من أثر كبير في رفع الكفاءة. وهناك تجارب دولية وعالمية تمت في هذا المقام، فإذن التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية هيكون مثمر. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن هذا الحدث وهذا اليوم يمثل نقلة موضوعية في هذا الموضوع، وإن شاء الله سيثمر كما كنا شايفين في المعرض الصبح كمية الإبداعات والاختراعات والإضافات. إن شاء الله هنجد إنها تزيد، وسعدت جدا بوجودنا، وبنرحب مرة أخرى بالسيد دارين يانج لما يقدمه من دعم لجمهورية مصر العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على هذه الكلمة. السيدات والسادة الحضور الكرام، أدعو حضراتكم الآن لمشاهدة فيلم تسجيلي قصير عن تاريخ الملكية الفكرية في مصر وأهميتها. منذ فجر التاريخ ومصر مصدر إلهام للعالم بشواهد من تاريخ ضارب في القدم وتراث إبداعي وثقافي عريق، قدمت من خلاله للدنيا أول أشكال الفنون وأتقنها. ولا تزال مصر تفيض بإنتاجها الفكري كما يفيض نهرها الخالد بالخير والنماء، وتتفرد بغزارة وجودة إبداعها عبر إرث ممتد من ابتكارات أبنائها النجباء، سواء من ابتكارات أبنائها من العلماء والمخترعين والباحثين، أو إبداعات أدبائها وفنانيها في شتى المجالات، التي أفرزت تاريخاً أدبياً هائلاً من الرواية والشعر، وإرثاً فنياً مسرحياً وسينمائياً عريقاً يمتد لأكثر من 100 عام.
وأعمالاً تلفزيونية وإذاعية خالدة، وتراثاً موسيقياً فريداً يتغنى به كل بلدان الوطن العربي، وفولكلوراً وطنياً عظيماً. مصر في القرن 19 أسست أول دار للأوبرا الخديوية في 69، أنشأت أول دار للكتب، الكتبخانة الخديوية 1870، أول عرض سينمائي في المنطقة بعد العرض الأول في باريس 1896 في اسكندرية، أول إذاعة 1934، أول تلفزيون 1960. كل هذا الزخم الحقيقة جعل مصر متفردة ورائدة في قوتها الناعمة. وإدراكاً من الدولة المصرية أن توليد صور الإبداع والابتكار يحتاج إلى توفير بيئة مواتية مؤسسياً وتشريعياً ومجتمعياً، فقد كانت مصر من أوائل الدول اهتماماً بالملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وقبلها سطرت المحاكم المصرية في قضائها مبادئ احترام الملكية الفكرية. ولطالما سعت مصر نحو تعظيم دورها وتفعيل مشاركتها في المجتمع الدولي في مختلف مجالات الملكية الفكرية. يعني نتكلم من وجهة نظر التعليم العالي والبحث العلمي، هنلاقي إن الدولة المصرية منذ فترة تبنت مجموعة من السياسات والتشريعات لتحفيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعارف الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا. ويشمل مصطلح الملكية الفكرية مختلف صور الإبداع وابتكارات العقل البشري، من اختراعات صناعية وتكنولوجية ومؤلفات وأعمال فنية وتصميمات وشعارات وأسماء وصور تستخدم لترويج السلع والمنتجات والعديد من هوية الملكية الفكرية. ده جزء هام جداً لتعظيم الاستثمارات والحفاظ على استثمارات الشركات والمؤسسات بأن تقوم بتسجيل هويتها سواء الصناعية أو التجارية. ويساهم تفعيل دور الملكية الفكرية في تشجيع الابتكار والبحث العلمي وتنمية المواهب ورعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها والنهوض بالفنون والأداب وحماية تراث مصر الحضاري والثقافي. براءة الاختراع تعطي مالكها حقوق استئثارية بعدم استغلال اختراعه بدون ترخيص مسبق منه. واليوم فقد آن لمصر أن تمضي قدماً تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطى متسارعة وجهود حثيثة لاستعادة أمجاد بلادنا وريادتها وقوتها الناعمة إقليمياً ودولياً. لقد حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات شبابها وعلمائها، فالسباق الحضاري هو إحدى سمات عالمنا المعاصر الذي يعتمد على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا. فقد صدرت توجيهات فخامته بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، وصدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية. وتنفيذاً لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية وفق رؤية مصر 2030، تطلق مصر اليوم أول استراتيجية وطنية للملكية الفكرية، وذلك من أجل إرساء الأسس اللازمة لحوكمة وتطوير بنية مؤسسية متينة لمنظومة متكاملة وفعالة للملكية الفكرية. والآن نقدم لحضراتكم عرض تقديمي للملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يقدمها لنا المستشار أمين مجدي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
دولة الرئيس السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدات والسادة الأفاضل، إنه لمن دواعي سروري أن أقف اليوم بين هذا الجمع الكريم. اسمحوا لي قبل أن أستعرض الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية أن أشكر السادة الأعزاء أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد الاستراتيجية والسادة الخبراء المعاونين للجنة والذين لم يألوا جهداً في سبيل إخراج هذه الوثيقة بشكل يليق بالدولة المصرية. الملكية الفكرية هي ثمرة الإبداع والابتكار، ودورة الإبداع والابتكار تستلزم جهداً ووقتاً وتكلفة. الملكية الفكرية لا تقتصر عوائدها على الأفراد، وإنما تستخدم كقاطرة لتنمية الأمم والشعوب اقتصادياً وعلمياً وثقافياً. الاهتمام بمنظومة الملكية الفكرية لا يقتصر على حمايتها فقط، وإنما بتوظيفها واستخدامها لأغراض التنمية. حضوري الكريم، استأذن حضراتكم في جولة سريعة في الدقائق القليلة القادمة لاستعراض الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية ولأول مرة. اللجنة بدأت عملها في ديسمبر عام 2020 ولمدة تزيد عن العام ونصف العام. شارك في إعداد الاستراتيجية 35 جهة ما بين 17 وزارة و18 جهة وهيئة حكومية. تمت الاستعانة بشركة متخصصة للدراسات الاستراتيجية وتحليل البيانات، لأننا وجدنا كمية كبيرة من البيانات والمعلومات كان لازم نحللها علشان نبني عليها في أهداف ومشروعات الاستراتيجية. تمت الاستعانة بثمان خبراء في مختلف مجالات الملكية الفكرية، سواء في مراجعة الاستراتيجية ذاتها أو في إعداد الدراسات اللي تم بناء مشروعات وأهداف الاستراتيجية على أساسها. وضعنا منهجية محددة لإعداد الاستراتيجية مبنية على بعض أسس، كان من بينها أننا اطلعنا على بعض الاستراتيجيات الأجنبية والسياسات القطاعية اللي أطلقتها الدول الأجنبية في مجال الملكية الفكرية، طلعنا على بعض الاستراتيجيات الوطنية والسياسات القطاعية علشان نتعرف على توجهات الدولة المصرية في القطاعات المتصلة بالملكية الفكرية، جمعنا كل الدراسات الوطنية اللي أعدتها الجهات الإدارية المختصة بالملكية الفكرية سواء بمفردها أو بالتعاون مع المنظمات الدولية علشان نتأكد من الاستراتيجية وأهدافها ومشروعاتها هتكون متوافقة وهتوفي بالتزامات مصر الدولية. رجعنا بالتنسيق وبالتعاون مع السادة المختصين بوزارة الخارجية كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر في مجال الملكية الفكرية. إيماناً بأهمية الحوار المجتمعي، عقد السادة المختصين بمكاتب الملكية الفكرية خمس ورش عمل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سواء في الملكية الصناعية أو الأدبية أو للتعريف بشكل عام بمحاور الاستراتيجية علشان نعرف نخطط لبكرة. كان لازم نعرف إحنا واقفين دلوقتي فين في الوقت الحاضر. اشتغلنا على أربع محاور، حددنا كل الجهات الإدارية المختصة بالملكية الفكرية اختصاصاتها على وجه الدقة والأوجه التعارض إن وجدت، جمعنا كل بيانات حقوق الملكية الفكرية، عدد الطلبات المقدمة سنوياً لكل المكاتب، عدد الحقوق اللي بيتم تسجيلها سنوياً، حصرنا كل التشريعات المنظمة للملكية الفكرية أو التشريعات القطاعية المتصلة بشكل أو بآخر بالملكية الفكرية، جمعنا كل المؤشرات الدولية اللي بتتمتع بموثقية في المجتمع الدولي واللي بتعتمد محدداتها الفرعية أو عناصرها على مفاهيم الإبداع والابتكار أو الملكية الفكرية. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة الانفوجاف في عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة في مصر وعدد من الدول في عام 2020، عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، التصميمات والنماذج الصناعية، بعض المؤشرات الدولية اللي تم الاطلاع عليها. بعد ما جمعنا كل البيانات والمعلومات المتوفرة عن منظومة الملكية الفكرية في مصر بدأنا نحللها وندرسها عشان يكون عندنا صورة متكاملة عن منظومة الملكية الفكرية، نعرف نقاط القوة ونستغلها ونعرف نقاط الضعف ونشتغل عليها ونعالجها. ده بالنسبة للبيئة الداخلية. بالنسبة للبيئة الخارجية نحدد الفرص اللي لازم الدولة المصرية تقتنصها أو التحديات اللي محتاجين نضع آليات لمواجهتها.
بالنسبة لنقاط القوة تضمن التحليل البيئة والسوات أناليسيس 15 نقطة قوة كان أبرزها إن في أساس دستوري وتشريعي قائم وداعم للملكية الفكرية وعلى رأسه المادة 69 من الدستور المصري اللي ألزمت الدولة المصرية برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية. عندنا بعض تجارب النجاح والمقاومات المؤسسية الناجحة نقدر نبني عليها. مصر بتتمتع بثروة كبيرة من النتاج الفكري والتراث الوطني اللي يعني مشروعات الاستراتيجية هتحاول تستغله أقصى استغلال ممكن. بالنسبة لنقاط الضعف تضمن التحليل البيئي 24 نقطة كان أبرزهم بالنسبة للبيئة المؤسسية في يعني لاحظنا إن في خلل في البنية المؤسسية لأن في 9 مكاتب للملكية الفكرية في مصر، 3 للملكية الصناعية و6 للملكية الأدبية، وده أدى لإشكاليات عديدة منها تشتيت للجهود وفي بعض الأحيان تضارب في الاختصاصات. بالنسبة للبيئة التشريعية لاحظنا أن البيئة التشريعية تحتاج تدخل من المشرع المصري. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية صدر منذ عام 2002 ومنذ ذلك التاريخ حصلت تطورات سواء على الساحة الداخلية أو الساحة الدولية. بالنسبة للساحة الداخلية في إشكاليات على الجانب العملي أو القانوني، بالنسبة للساحة الدولية في تطورات كبيرة في المجال القانوني للملكية الفكرية، على سبيل المثال إدارة حقوق المؤلف أو برمجيات الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات. بالنسبة للفرص، في فرص كبيرة للتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة للابتكار والإبداع والملكية الفكرية. بالنسبة للتحديات، في زيادة ملحوظة للفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة. المبدعين والمبتكرين عدم حصولهم على العائد المادي أو الأدبي نظير جهدهم ووقتهم والتكلفة اللي بيبذلوها نظير الإبداع والابتكار ممكن تكون سبب من أسباب الدريم برين أو استنزاف العقول. بعد ما جمعنا البيانات والمعلومات وحللناها ودرسناها بدأنا في إعداد الخطة الرئيسية للاستراتيجية وبنيناها على 4 محاور رئيسية. المحور الأول يخص البنية المؤسسية، والثاني البيئة التشريعية للملكية الفكرية، الثالث المردود الاقتصادي، والرابع توعية فئات المجتمع المصري. كل هدف استراتيجي بنبثق عنه مجموعة من الأهداف الفرعية ومجموعة من المشروعات والمبادرات. بالنسبة للهدف الاستراتيجي الأول حوكمة البنية المؤسسية كان هو الهدف الأول بينصب في الأساس على إنشاء جهاز قومي مختص برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وكان رائدنا في انتقاء الهدف الأول عاملين. العامل الأول الالتزام بأحكام الدستور المصري، المادة 69 من الدستور اللي نصت على إنشاء جهاز قومي مختص برعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية. والعامل الثاني التجارب الدولية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو بالتعاون مع إدارة الصين الوطنية للملكية الفكرية أصدروا تقرير في عام 2019. تضمن التقرير نظرة عامة على تجارب الدول في الملكية الفكرية وخلصوا إن في 3 نماذج رئيسية. النموذج الأول نموذج الجهة الواحدة وبيتبناه 40% من دول العالم. النموذج الثاني جهتين، جهة تختص بالملكية الصناعية وجهة للملكية الأدبية وبيتبنى 50% من الدول العالم. النموذج الثالث وهو الإدارات المنفصلة وبيتبنى 10% من دول العالم، ومصر حتى الآن في النموذج الثالث. دي نظرة على الجهات الإدارية المزمع نقلها للجهاز، 9 كيانات إدارية أو 9 مكاتب أبرزها مكتب براءات الاختراع ومكتب العلامات التجارية والمكاتب المختصة بحقوق المؤلف. الهدف الاستراتيجي الأول مكون من مجموعة من الأهداف الفرعية، في خطط طموحة لتدريب الموظفين وتطوير العنصر البشري المنتقل للجهاز. بنتكلم على تقديم التسجيل، خدمات التسجيل والإيداع والقيد بأحدث الوسائل التكنولوجية. الهدف الاستراتيجي الثاني تهيئة البيئة التشريعية، زي ما اتكلمنا في نقاط الضعف محتاجين تدخل من المشرع المصري لمعالجة أوجه القصور في البيئة التشريعية. اشتغلنا في المحور الثاني أو في الهدف الاستراتيجي الثاني على مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة التدخل العاجل، وبالتعاون مع زملائنا في قطاع التشريع بوزارة العدل عدينا مشروع قانون بيعالج كل المشاكل الجوهرية والعاجلة في منظومة الملكية الفكرية، وأعدينا مشروع قانون آخر لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات الدولية اللي اطلعنا عليها. المرحلة الثانية إن شاء الله هيكون متواجد الجهاز المصري للملكية الفكرية على الأرض، وهيكون في مراجعة شاملة ومتأنية لجميع التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية. الهدف الاستراتيجي الثالث هو تعظيم وتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، واحنا بنعتبره دورة التاج للاستراتيجية ومن الأهداف الرئيسية لاستخدامات الدول للملكية الفكرية.
في قطاعات كتير في الدولة متمسة ومتدخلة مع الملكية الفكرية، فكان لازم يكون في أساس علمي لتدخل الدولة في بعض القطاعات. كان رائدنا عاملين، العامل الأول الأولوية وإن هي تكون متسقة مع رؤية مصر 2030. العامل الثاني الجاهزية، كان لازم يكون في دراسات جدوى بتوضح لنا المشروعات دي والأهداف دي لما تنفذ على الأرض، هل في عناصر من عناصر النجاح ولا لا، إيه المدن المتوقعة للتنفيذ وإيه الجهات المختصة اللي ممكن تكون مشرفة عليها. اشتغلنا على 6 قطاعات أو 6 أهداف فرعية رئيسية. القطاع الأول أو الهدف الفرعي الأول تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية. الهدف الفرعي الثاني تعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية في البحث العلمي وربطه بالصناعة الوطنية، وفي مشروعات يعني بتركز أكتر على الجانب العملي في الهدف الفرعي الثاني. الهدف الفرعي التالي تطبيق سياسات رشيدة ومتوازنة في مجال الصحة العامة وإتاحة الدواء. الرابع تعظيم القيمة الاقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال استخدام أدوات الملكية الفكرية. الهدف الفرعي الخامس تعظيم المردود الاقتصادي لقطاعي السياحة والتراث. الهدف الفرعي السادس تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية وما يتصل بها من معارف تقليدية، وده كان أثر أو تطبيق عملي لاتفاقية التنوع البيولوجي اللي مصر منضمة ليها في 92. الهدف الاستراتيجي الثالث توعية فئات المجتمع المصري. مصر بتتمتع بثروة كبيرة من النتاج الفكري، لكن انخفاض الوعي بمفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية بتفوت على الأفراد وعلى المجتمع ككل فرص كبيرة، أو بتؤدي لعدم الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية اللي هتعود على الدولة من الملكية الفكرية. اشتغلنا على 3 محاور رئيسية. المحور الأول تعزيز الوعي العام لكافة فئات المجتمع المصري بمفاهيم الإبداع والابتكار والتعريف بمحاور الاستراتيجية الرئيسية. المحور الثاني بيركز على العملية التعليمية قبل الجامعية من خلال دمج مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، وفي يعني تجارب ناجحة في عند السادة المختصين في وزارة التربية والتعليم. المحور الثالث تعزيز الوعي بالملكية الفكرية في قطاعين مهمين، قطاع الجامعات وقطاع المؤسسات والمراكز البحثية. والهدف الفرعي الثالث مركز أكتر على الجانب العملي من الجانب النظري، في مشروعات عملية هتقوم بها الجهات المختصة إن شاء الله في وزارة التعليم العالي. الجزء السادس والأخير آليات المتابعة والتقييم. أي استراتيجية مهما كانت فيها خطط طموحة أو مشروعات براقة لن ترى النور أو تنفذ على أرض الواقع بدون آليات لمتابعة تنفيذها أو مؤشرات واضحة لقياس الأداء فيها. عدينا في اللجنة ملحق لمؤشرات قياس الأداء بالتنسيق والتعاون مع زملائنا في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة الشركة المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية والسادة الخبراء المعاونين للجنة في كافة المجالات. اشتغلنا على مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة انتقالية، الجهاز المصري للملكية الفكرية مش هيكون موجود فيها، لكن مكاتب الملكية الفكرية القائمة حاليا بالتعاون مع كافة الجهات الإدارية هتقوم بتنفيذ المشروعات العاجلة وتحت مظلة مجلس الوزراء. المرحلة الثانية هيكون فيها الجهاز المصري للملكية الفكرية مارس اختصاصاته إن شاء الله، هيكون هو الدينامو أو المحرك الأساسي أو المنفذ الفعلي بالتعاون مع كل الجهات في الدولة لمشروعات الاستراتيجية. وبكده نكون وصلنا للختام. شكرا دولة الرئيس، شكرا حضراتكم جميعا، شكرا جزيلا على حسن الاستماع. شكرا للمستشار أمين مجدي عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية على هذا العرض التفصيلي. الآن السيدات والسادة الحضور الكرام، مع كلمة مسجلة لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد فريد بلحاج. Good day. It is my pleasure to provide a few remarks at the launch of the National Strategy for Intellectual Property, which is in line with the WIPO Development Agenda, the UN Sustainable Development Goals, and Egypt's Vision 2030. Let me first congratulate His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi and the Prime Minister, His Excellency Prime Minister Mustafa al-Madbouli, for supporting this very important initiative, for inviting the World Bank to take part in today's event. And I'd also would like to very much thank
all the ministers, the line ministers that have been very much, you know, involved and engaged in this drive. Egypt's national strategy for intellectual property is being launched at a very crucial moment. Our world today is seeing soaring internet penetration. The rates and the dependency are very much on technology and innovation. Those characteristics make intellectual property rights an essential tool. تمثل عنصرا رئيسيا لفكرة التطور الإبداعي والابتكار الذي يمثل عنصرا هاما للتطور الاقتصادي وكذلك لأي تطور يتعلق بفكرة التنمية البشرية وكذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وكيف يمكن تحقيق أعلى معدل من الاستثمار. كما تعرفون أن الاقتصاديات العالمية ربما قد تفشل بشكل أو بآخر في حماية الحقوق، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاستراتيجية. نحن هنا نتحدث عن مناطق أخرى يمكن أن تتضمن فكرة حماية حقوق الملكية الفكرية. كما تعرفون أن لدينا العديد من الفوائد ومن المنافع التي يمكن أن نحصل عليها من خلال مثل هذه الاستراتيجية. إن حماية الحقوق الفكرية وما يتضمن العلامات والسجلات التجارية وكذلك الأصول الغير مرئية وكذلك كلها عناصر تمثل عنصرا حيويا من أجل حماية حقوق الأفراد ومن أجل تفعيل آليات الإبداع والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام. إن الأمر يتطور كذلك ليشمل المعاملات التجارية. مثل كل هذه الحوافز الاقتصادية في واقع الأمر تلعب دورا هاما في مسألة التطور الاقتصادي. نحن لدينا أمثلة كثيرة في كيفية تحقيق تطور في مسألة التطور الاقتصادي، وهنا نحن نتحدث لدينا أكثر من 68% فيما يتعلق بهؤلاء الذين منخرطون في هذا المجال. لدينا كذلك نماذج أخرى مسجلة مثل براءة الاختراع. كل هذه الأمور قد تضاعف عددها في الوقت الحالي. في الواقع الأمر كل مثل هذه الأشياء لم تكن مسجلة من قبل. نحن عندما نتحدث عن استراتيجية مصر في حماية حقوق الملكية الفكرية، إنما هي تمثل في واقع الأمر دورا تكامليا في مسألة التنمية الاقتصادية منذ الانضمام للمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية في عام 1995. نحن هنا نتحدث عن أدوار كبرى يمكن أن تلعبها أطراف عديدة، ونتحدث عن تفعيل دور القوانين واللوائح وكذلك بين المؤسسات وكذلك نشر فكرة الوعي بصفة عامة من أجل توسيع دائرة التنمية، وهو ما يكون لها عناصر متتابعة بعد ذلك وخاصة على الجوانب العديدة ومن الجوانب القضائية. فهناك الكثير من التحديات التي نواجهها. نحن لدينا من المؤشرات الهامة التي يمكن أن نعتبرها عنصرا أساسيا هو فكرة الإطار القضائي، وخاصة فيما يتعلق بعملية التأخير التي تحدث في المسألة القضائية. هنا يأتي دور الملكية الفكرية وكيف يمكن زيادة التسريع مثل هذه الأمور. اسمحوا لي أن أختتم كلامي الآن. إنني أهنئ مصر مرة أخرى بما تقوم به من إنجاز رائع بإطلاق مثل هذه الاستراتيجية التي تحمي الملكية الفكرية بما يتضمن من الأفراد والمؤسسات وبما يتضمن كذلك من تسريع عجلة التنمية. وشكرا جزيلا مرة أخرى. السيدات والسادة الحضور، نبدأ الآن مع حضراتكم جلسة نقاشية يشارك فيها كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، فليتفضل. السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو، فليتفضل. الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية IFC، فليتفضل. الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، فليتفضل.
الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ونائب رئيس محكمة النقد الأسبق والخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية فليتفضل. المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام فليتفضل. أرحب بحضراتكم مجددا كل السادة الضيوف معالي الوزراء والسفراء في هذه الاحتفالية المتميزة التي بالتأكيد نفخر بها كلنا كمصريين. طبعا بعد ما استمعنا مع حضراتكم لملامح هذه الاستراتيجية، هناك أربع أهداف أساسية هي حوكمة البنية المؤسسية، تهيئة البيئة التشريعية، وتفعيل المردود الاقتصادي، وأخيرا وليس آخرا هو توعية فئات المجتمع بأهمية ودور الملكية الفكرية ومردود ذلك على الفرد والمجتمع. أبدأ بالسؤال وأوجه هذا السؤال للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. بالتأكيد الملكية الفكرية بتؤثر على مختلف مناحي الحياة، ولكن ما هو دورها في الحفاظ على الصحة العامة وخاصة إتاحة الدواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر حضرتك وبرحب بالسادة الحضور. الحقيقة يعني يمكن الرعاية الصحية وقطاع الدواء هو من أكثر المستفيدين بالابتكارات والعلوم الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة، ومن هذا المنطق دخول من خلال العقد الماضي والعقد القادم الاتجاه كله بيتوجه نحو الطب الشخصي أو الطب التجددي، وده معناه أن هيظهر في الفترة اللي جاية كم كبير جدا من براءات الاختراع ومن الأبحاث العلمية اللي تصب في هذه المصلحة. كان لازم يكون في سياسات حامية للملكية الفكرية وحامية لحقوق الباحثين في هذا المجال الحي والكبير جدا. إذن حماية الأفكار والابتكارات لابد لها من تشريعات تحميها علشان تبقى مشجعة لبيئة العمل. وطبعا مصر يعني غنية جدا بالكفاءات العلمية والبحثية، والدليل أن معظم الأبحاث العلمية المنشورة دوليا في قطاعات العلوم المختلفة يتصدرها دائما قطاع الطب والدواء. ومن هذا المنطلق كانت تشجيع عالم الأعمال للاستثمار في هذه المجالات وحماية حقوق العاملين في هذه المجال كان من المعايير الأساسية للبحوث العلمية في مجال الصحة. ليس بجديد أن السياسات والتشريعات الوطنية اللي تتماشى مع المعايير الدولية زي ما احنا النهاردة بنطلق الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، ده الحقيقة بيؤدي إلى استحضار كثير من الابتكارات في مجالات العلوم الطبية، أيضا المستحضرات الدوائية، ومصر غنية بالبنية التحتية الضخمة جدا في مجال الصناعات الدوائية اللي ممكن يتم بعد هذه الاستراتيجية استغلال هذه المقدرات لصالح المواطن المصري. إذن إدارة الملكية الفكرية والمعرفة الأساسية بحقوق الملكية الفكرية ونشر هذا الوعي في بيئة الأعمال وبيئة البحوث العلمية في كل العاملين هيؤدي إلى شكل كبير جدا إلى تطور الرعاية الصحية، وهيبقى تطور أيضا الدواء. ويمكن شفنا في فترة الكوفيد إزاي الدول تصارعت بشكل كبير جدا في الابتكارات الخاصة بالأدوية والعلاجات المختلفة في عصر كان يمكن في عدم وضوح لكثير من الأمور والأسئلة في عالم الوباء الماضي. وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر الحقيقة هيكون له أثر عظيم مش بس على تحسين الخدمات الصحية ويعني وجود دواء آمن وميسر وبأسعار يعني نقدر ان احنا المجتمع المصري تبقى مناسبه ليه، لكن كمان هيبقى ليه دخل بالنمو الاقتصادي، لان النهارده الرعايه الصحيه وايضا صناعه الدواء هي جزء من الاقتصاد العالمي وجزء من الاقتصاد المصري. فالنهارده احنا بنحتفل بهذه الاستراتيجيه اللي هيكون لها اثر كبير جدا على مستقبل مصر في الرعايه الصحيه وصناعه الدواء. اشكر حضرتك. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. والآن اسمحوا لنا أن نرحب مرة أخرى بالسيد دارين
تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO. It's a pleasure to have you with us here in Cairo and in Egypt. Welcome. ومشكورا ان كنا تكون معنا. شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم. حضرتك بهذا السؤال عن أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وكيفية الدعم المأمول من المنظمة العالمية. السلام عليكم again. It's an honor. السلام عليكم. إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم وأن أكون معكم هذا الحضور الجلل ومعالي الوزراء والسادة السفراء. أعتقد أن هذا سوف يدعونا لفكرة الانتقال بالنظر في الماضي وبالنظر في كيفية التعامل مع الملكية الفكرية في السابق. هذا يأتي في خدمه بأحد الأمور الهامة التي لابد أن نراها من منظور المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية. وكما رأينا منذ قليل مع زميلنا هنا المسؤول عن لجنة وضع الاستراتيجية، أعتقد أننا الآن نستطيع أن نرى من خلال ذلك أن حقوق الملكية الفكرية لابد أن تكون رمزا وأساسا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي. عندما ننظر في الأبعاد المختلفة والإمكانيات المختلفة للملكية الفكرية وكيفية طرح هذه الإمكانيات للمصريين وللجميع حول العالم، لابد أن ننظر في ذلك من خلال منظور الإيكو سيستم أو النظام البيئي. عندما ننظر في ذلك أيضا من منظور أفقي، سوف نرى أن هناك بعض من الدعم الذي لابد أن يتقدم من كل الجهات العاملة، من الباحثين، من الجهات القضائية، من الجهات المعنية، من الوزارات. إذن هذا يدعونا ويساعدنا إلى أن نضع نصب أعيننا التعاون والتنسيق، وهذا قد يكون فقط متوفر إذا كان هناك استراتيجية وطنية متماسكة تأخذ في طياتها كل الجهات والوزارات المعنية وكل القطاعات من القطاعات والسلطات القضائية والتي تساعد على وضع نظام وبيئة مناسبة وقوية وداعمة. لذلك في الحقيقة أشعر بعظيم الفخر أن أرى أن مصر تقوم بإطلاق الاستراتيجية الأولى من نوعها، ومصر طبعا هي يعني بذلت مسعيها في ذلك، وأيضا ينضم إلى مصر عدد من الدول النامية الأخرى التي نستطيع أن نرى أنهم يقوموا بتقديم بعض من المجهودات في هذا الصدد، مثل فيتنام على سبيل المثال. هناك بعض من الدول النامية والأقل نموا أصبحت أن تنظر في رؤية الحماية الملكية الفكرية بأنها أحد أهم الأذرع. لذلك كما نرى هنا بمصر، ورأينا مثلا بعدد من الممثلين أو العلماء أو أصحاب الشركات الناشئة المصريين يستطيعوا أن ينتقلوا بأفكارهم وبصناعاتهم عبر الدول والمناطق المختلفة. لذلك أعتقد أن هذا سوف يلعب دورا محوريا ونقل نوعية بالأخص مع الشركاء المعنيين، وأن هذه تعد خطوة غير مسبوقة لمصر. ولابد أن نضع بالنسبة لنا أن نقوم بوضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها بما يتسق مع أفكار وطموحات WIPO. شكرا جزيلا. شكرا للسيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأنتقل الآن للشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية IFC. It is a pleasure to have you with us and welcome to Cairo and Egypt. معنا اليوم ومرحبا بك في بلدك الثاني مصر. أرسل بهذا السؤال عن أوجه التعاون المستقبلية في إطار أهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. Thank you very much, Your Excellency. شكرا جزيلا. أصحاب المعالي السيد معالي الوزير دكتور مصطفى مدبولي، السادة الوزراء والحضور الكريم، أود أن أتقدم بداية بتهنئتكم على هذا الحفل. وفيما يتعلق بقضية حماية حقوق الملكية الفكرية، قضية هامة جدا بالنسبة لIFC، لأن هذا قد يساعد في أن يكون لدينا انخراط قوي مع القطاعات المختلفة، لا سيما القطاع الخاص. وقد رأينا ربما أن هناك بعض من الفجوات في حقوق في قوانين خاصة بحقوق الملكية الفكرية. لذلك من المهم جدا أن
الأعمال تكون تحظى ببيئة داعمة وبيئة تمكينية. لذلك في هذا القطاع ربما كان هناك بعض الثغرات التي لم تمكن الأعمال ذات الصلة أن تكون أن تحظى ببيئة ممكنة لذلك، كما نرى هنا بمصر وكما رأينا عبر السنوات المختلفة أن يكون هناك انخراط قوي ما بين القطاعات العامة والقطاعات الخاصة، إن يعد أحد أهم المحاور لإنجاح أي مشروع. وأيضا كما رأينا بالفيديو والذي تم عرضه، ولأنكم كما تعلمون نحن قمنا يعني إطلاق عدد من المبادرات حول كيفية التعاون في هذا الصدد، وتم اختيار مصر كأحد أو أول الدول التي نعتبرها دولة جاذبة للاستثمار، وفي عدة قطاعات مثل القطاعات الرقمية وقطاعات الموضة وقطاعات التصميمات المختلفة، وهذا يساعد طبعا في تطوير الأسواق وفي جلب العوائد الاقتصادية. وأيضا نحن هنا بIFCC نرى أن التكنولوجيا هي أحد المقومات الرئيسة لإعمال التطوير والتقدم بأي دولة. وبالنظر في طبعا المواطنون بأي دولة يساعدون بدورا قويا أيضا كجزء من النظام البيئي. أيضا كما ذكرنا أن وزارة الصحة تلعب دورا هاما بالأخص في تأكد من وجود من وجود صحة قوية للشعوب الأفريقية، وهذا من خلال استخدام وتصنيع وتوزيع المصل واللقاحات على كل الدول وكل الأفراد، كما واجهنا يعني منذ عدة دول. كانت الIFC تقوم بتقديم الدعم في تطوير الاستخدامات الدوائية ومع الشركات المصرية حتى يقوموا بتصدير منتجاتهم الدوائية والمستحضرات الطبية خارج مصر. أود أيضا أن أقول أن حقوق الملكية الفكرية قد تكون هي جزء أصيل وقد تكون أحد الأصول التي يمكنك أن تقدمها في عمليات التمويل ويتم استخدامها حتى يتم الاستفادة منها بشتى القطاعات. مثلا عندما ننظر في بعض المشروعات في سياقات أو مجالات التكنولوجيا، نحن نأخذ بعين الاعتبار قضية حماية الملكية الفكرية لأن هذا يقدم قيمة خاصة، لذلك علينا أن نقوم بحمايته لتحسين الإتاحة ووصول والاستفادة من هذه المشروعات والأفكار. شكرا جزيلا، سوف أنهي حديثي هنا. شكرا جزيلا شمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية IFC. وأنتقل الآن للدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. دكتور هشام، يعني بالتأكيد الثقافة بتلعب دور كبير ومهم جدا في تشكيل الوعي العام، يعني الدور اللي بتلعبه علشان ندعم ونحفز الصناعات الفنية والإبداعية. صباح الخير، شكرا لحضرتك وسعيد بوجودي على المنصة الكريمة. تحية لدولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء. الحقيقة إنه مصر كانت وستظل دوما تفخر بقوتها الناعمة، قوة ناعمة مؤثرة وملهمة ليس على مستوى قطرها فقط ولكن على مستوى العربي والإفريقي أيضا. في القلب من القوى الناعمة تأتي الصناعات الثقافية والإبداعية، ومصر لها باع طويل، وإحنا يمكن شاهدنا في الفيديو في المقدمة اليوم كيف كانت مصر من أوائل الدول التي أسست لمؤسسات خاصة بالصناعات الثقافية والإبداعية منذ بدايات القرن 19. تسمحي لي حضرتك أن أنا يعني أركز على كيف سنستفيد من هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية اللي هي وردت بالنص في خطة التنمية المستدامة كما انعكست في رؤية مصر 2030 في محورها الثقافي، على أن تكون هذه الصناعات الثقافية والإبداعية هي محور أساس لكي تكون داعمة للاقتصاد القومي. أحد الأهداف الاستراتيجية الأساسية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الجديدة هي الحوكمة. في القلب سيكون هناك جهاز قومي حاكم للملكية الفكرية. وزارة الثقافة وحدها لديها 6 مكاتب تتعامل مع حقوق المؤلف،
ما بين إعطاء تراخيص، ما بين حماية، ما بين تسجيل إلى آخره، هذا على مستوى وزارة واحدة. التنسيق مهم جدا، عملية ضبط الإجراءات والممارسات وعدم ازدواجية المعايير في التطبيقات ستكون مهمة في المرحلة القادمة، وهذا الجهاز سيكون له دور مهم جدا في ضبط هذه الإجراءات. أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة أيضا هي البيئة التشريعية. نحن لدينا قوانين تتعلق بالملكية الفكرية منذ قديم الأزل، حان الوقت لكي نقنن وأن نفعل. من أحد الأهداف الفرعية لهذا الهدف هو أن سنراجع كل القوانين والتشريعات القائمة بالفعل، نحاول أن أيضا ندرس ما هي القوانين والتشريعات التي نحتاجها. وأنا في هذا الإطار أود أن أشير أيضا إلى أن هذه الثورة الرقمية التي نتحدث عنها يوميا ستأتي يقينا بتغييرات كبيرة جدا على مستوى الصناعات الإبداعية والثقافية. شكل المنتج الثقافي سيتغير، كيفية وآليات توزيع وتسويق ستتغير. هذا الوافد الجديد الميتافيرس ممكن أن يحدث ثورة مذهلة في كيفية التعاطي مع المنتج الثقافي. أيضا في مستوى التعامل مع التشريعات والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، نحن في حاجة أيضا إلى مراجعة وإلى الإسراع بتوقيع على بعض المعاهدات، خاصة منها ما يتعلق بإتاحة المحتوى والإنتاج الفكري لذوي الإعاقات البصرية في اتفاقية مراكش. النقطة الثالثة وهي لا تقل أهمية الحقيقة، هذا الزخم وهذا الإرث الفني والثقافي الذي تمتلكه مصر لابد أن يكون له عائد اقتصادي. كيف ستمكن الاستراتيجية الوطنية الجديدة من الاستغلال الأمثل لتعظيم هذا المنتج الثقافي كعائد ومورد اقتصادي من خلال استغلال الأصول، حماية حقوق المؤلفين ليس على حساب الدولة ولا المجتمع، وأركز وأؤكد على أن هذا لا يتعارض إطلاقاً مع عدالة توزيع ووصول المنتج الثقافي ومع حماية حق المجتمع في هذا الوصول. أخيراً، كل هذا لن يتم إلا بوعي ورفع الأويرنس بثقافة الملكية الفكرية. وأن هنا أؤكد على أن الدور لن يكون دوراً حكومياً فقط، هذه شراكة بين الحكومة وبين كل أفراد المجتمع في كيفية استيعاب المفهوم الخاص بالملكية الفكرية لكي ننجح معا في الوصول إلى التطبيق الأمثل لهذه الاستراتيجية. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك الدكتور هشام عزمي أمين عامل المجلس الأعلى للثقافة. وننتقل الآن إلى خبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية الدكتور حسن البدراوي. يعني وإحنا بنتكلم عن الملكية الفكرية عايزين نعرف من حضرتك إزاي يمكن تعظيم دور مصر لدى المنظمة العالمية، وكيف ترى المنظمة العالمية هذه الخطوة الإيجابية في مصر؟ شكرا. الحقيقة يعني في وجود مدير عام المنظمة أعتقد أن الحديث عن أوجه التعاون يعني ينبغي أن يكتسي أهمية كبرى. نحن لدينا المكتب العربي داخل المنظمة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، يوجد المكتب العربي. والحقيقة يعني أنا من خلال تعاملي الذي بدأ سنة 1992 مع المنظمة كان المكتب العربي خير داعم للدول العربية كلها. أنا شخصيا مثلا أوفدت مئات المرات، مش عايز أقول عشرات عشان يعني كتير قوي قوي في مدى 30 سنة دول، إلى الدول العربية لتدريب الكوادر هناك، ومن بينها أيضا مصر. مصر لها دور، لكن أعتقد أنه بعد إنشاء الجهاز سيتعاظم هذا الدور. خليني بس أتكلم شوية صغيرين على الجهاز. يعني والجهاز ده الحقيقة إحنا حاولنا، وأنا كنت مقرر عام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وفي سنة 2001 بدأنا النقاش مع البرلمان في شأن هذا القانون، ووضعنا نص بالفعل كان موجود على إنشاء جهة موحدة تحت مسمى المجلس الأعلى. ولكن الذي حدث هو أننا استطعنا بالفعل أن نأخذ موافقة مجلس الشورى الذي كان قائماً وقتئذ بشأن هذا الجهاز، وفيما يتعلق باللجنة، لجنة التعليم والجلسة العامة.
وانتقلنا إلى مجلس الشعب وحصلنا على موافقة لجنة التعليم وانتقلنا إلى القاعة فرفض لسبب معين وهو أننا لسنا في حاجة لأي مجالس جديدة. ولكن طبعا نحن لم نيأس ووجدنا أن المشكلة الحقيقية هي في أن هذا الجهاز إذا أردنا أن نمره لابد أن يكون في الدستور. في الدستور لابد أن يكون كلام عن إنشاء هذا الجهاز، وبالفعل ده تم، والمادة 69 من الدستور أتت لكي تتحدث عن الجهاز بإسهاب ووظفته بأنه جهاز يرعى ويحمي، يعني لا يرعى فقط، يرعى يعني يعمل تنسيقات ويفضل الوضع الحالي زي ما هو عليه. 9 جهات تتعامل في مجال الملكية الفكرية، وهذا أمر لا يمكن أبدا أن يكون طبيعي. كويس. طيب صار جدل حوالين لا ده ما قالتش إن هو جهة تنفيذية النص الدستوري. الحقيقة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة حمتنا شر الجدل في هذا الموضوع، لأنها أصدرت فتوى، الحقيقة أنا بسميها فتوى تاريخية، في يوم 9 مايو الماضي تحدثت فيه عن أن هذه الجهة الكيان الموحد هذا بعد إنشاؤه هو المنوط به كجهة وحيدة التعامل في كافة مجالات الملكية الفكرية. أعود إلى التعاون مع المنظمة. عندما تتعاون المنظمة مع جهة واحدة تمثل مصر، غير أن تتعاون مع 9 جهات تمثل مصر، فإذن فلا بد وأن يكون لهذا الجهاز مردود حقيقي على هذه العملية. ناهيك عن مسألة أخرى مهمة جدا، وهي أن وجود 9 جهات يمكن أن يؤدي إلى تضارب في بعض الاختصاصات. فالمجالات الملكية الفكرية هي مجالات متشابكة، يعني ليست مجالا واحدا، فلا بد وأن يكون هذا الجهاز موجود. الآن أنا يعني أشعر بسعادة بالغة لأننا فعلا بصدد إنشاء هذا الجهاز في ظل الفتوى التاريخية التي أتحدث عنها التي أصدرها مجلس الدولة، وهو أن هذا الجهاز هو الجهة الوحيدة التي سوف تتعامل في مجالات الملكية الفكرية منذ إنشائه، يعني بعد إنشائه ما حدش يتكلم في هذا المجال إلا هذا الجهاز، لأن هتنتقل إليه كافة الجهات الأخرى وطبعا هيعاد تنظيمها. يأتي هذا الجهاز تنفيذا للهدف الأول من الأهداف الاستراتيجية اللي تحدثت عنها، هم أهداف 4 على رأسها حوكمة البنية التنظيمية للملكية الفكرية. فحوكمة هذه البنية التنظيمية معناها باختصار شديد جدا هو إنشاء هذا الجهاز، والذي أتى كأول هدف فرعي لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. أنا أعتقد أن أنا كده قد أوفيت. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك الدكتور المستشار حسن البدراوي نائب الرئيس الأسبق لكل من المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد والخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأخيرا وليس أخيرا أنتقل لحضرتك سيادة المستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، لو اتكلمنا عن دور الدولة في التوعية بأهمية هذا الملف، ملف الملكية الفكرية. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لحضرتك، شكرا دولة الرئيس، شكرا سادة الحضور. الحقيقة التوعية بملف الملكية الفكرية هو هدف استراتيجي رئيسي، وهو الهدف الرابع في هذه الاستراتيجية اللي الدولة المصرية بذلت جهد كبير جدا في إعدادها وصياغتها. منظومة الملكية الفكرية منظومة متعددة الجوانب ومتعددة الموضوعات، ومحتاجة أن الناس تبقى فاهمة يعني إيه ملكية فكرية حتى يمكن أن نستفيد من الملكية الفكرية. مصر دولة كبيرة، الطاقة البشرية فيها هيلة، معظم السكان من الشباب، ده بيخلي في احتمالية وبوتنشال عالي ان يبقى فيه ابتكارات وخدمات دايما جديدة. حتى يمكن تعظيم الجانب الاقتصادي والاستفادة من
جوانب الملكية الفكرية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المجتمعية يجب أن يكون هناك وعي، وعي عام. هذا الوعي العام الحقيقة ممكن أن يشكل عن طريق ملفين رئيسيين. الملف الأولاني ملف التعليم، لأن احنا دولة شابة ومعظم السكان عندنا من الشباب، يجب أن احنا نركز على مناهج التعليم ما قبل الجامعي ونبسط لطلابنا وتلامذتنا هذه المفاهيم ونشجعهم ونبقى عارفين ونعرفهم أن تسجيل حقوق الملكية الفكرية هيعود عليهم وعلى بلدهم بالنفع. مستوى آخر من مستويات التعليم اللي احنا لازم نركز عليها لرفع الوعي العام المرحلة ما بعد التعليم الجامعي ومراكز الابتكار. لازم يبقى فيه حوكمة وتأسيس وستركتشر جيد يمكن من خلال الجامعات ان هي تتلقى هذه المبتكرات وتشجع الناس والمخترعين والمبتكرين على انهم يستفيدوا منها. هذا مستوى اول من مستويات الوعي. المستوى الاخر اللي احنا لازم نركز عليه الاعلام. يجب ان نركز على الرسالة الاعلامية المتناسبة مع مستويات الجمهور المتلقي. بمعنى يجب ان تكون هناك رسالة اعلامية موجهة لمنتجي وصناع محتوى الملكية الفكرية. دول هنكلمهم بطريقة. ويجب ان يكون هناك ايضا رسالة اعلامية موجهة للجمهور المستهلكين. هذه الرسالة الإعلامية يجب أن تركز على أن هناك مصلحة أكيدة وكبيرة من احترام وتفعيل حقوق الملكية الفكرية. أيضاً الجمهور يجب أن يعلم أن احترام حقوق الملكية الفكرية يتفق مع الأخلاق ويتفق مع الشخصية المصرية، وأيضاً هيخليك تحصل على منتج له جودة أعلى. يعني احنا لو كلنا احترمنا حقوق الملكية الفكرية ممكن سعر المنتج يقل وفي نفس الوقت جودته ممكن تزيد. الحقيقة الجهد اللي بذل في الاستراتيجية جهد كبير جدا ومتعدد، كان يعني تنسيقات عديدة جدا، جهات كثيرة جدا موجودة على طاولة البحث والدراسة، وأنا يعني بأضم رأيي لرأي المستشار الدكتور حسن أنني في منتهى السعادة بإصدار هذه الاستراتيجية، وإن شاء الله يبقى ليها مردود اقتصادي واجتماعي كبير علينا إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا للمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام. بالتأكيد كلنا بنشعر بمثل هذا الفخر لإطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لكل السادة المتحدثين معنا في هذه الجلسة النقاشية. شكرا دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان. شكرا للشيخ عمر سيلة المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية IFC. وشكرا دكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور المستشار حسن البدراوي الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس الأعلى للإعلام. واسمحونا الآن أن ندعو السيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO لإلقاء كلمته، فليتفضل. تفضل. بشكر كل السادة الضيوف والمتحدثين معالي الوزير. استأذن حضراتكم في التفضل إلى أماكنكم ونستمع معا إلى كلمة السيد دارين تانغ. Your Excellency Dr. Mustafa Madbouly, رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. إنه لمن عظيم سروري وفخري أن أكون بين أيديكم اليوم في احتفالية انطلاق
الاستراتيجية الوطنية. كما تعلمون أن الأفكار والحضارة المستمرة من مصر التي قامت بوضع الأسس للبشر كانت من مصر. إيجيبت وضعت الأسس لكل من العلوم الحاسبات وأعلام الفضاء وكل أعمال الهندسية، وقامت أيضا بمساعدة كل الدول في أن يكون هناك زخم يستفيد منها العالم، وكانت هي بحد ذاتها تقدم بعض من علمات العجب بالعالم، وما زالت مصر تقدم لنا الحضارة. ربما في الأيام القليلة الماضية عندما التقيت بعدد من الطلاب وعدد من أصحاب الشركات الناشئة والباحثين ورواد الأعمال والمصممين، وأيضا عدد من السادة المعنيين بالسياسة والريادة السياسية بمصر، رأيت أنه من خلال هذه الآلية ضعها مصر هناك تضخ بالحياة، وهذا كله يأتي تحت المظلة الأكبر التي تتسق مع رؤية مصر 2030. هذه الرؤية التي تأخذ في طياتها التكنولوجيا وريادة الأعمال والاختراع والابتكار لخلق المعرفة لترتكز على الاقتصاد والنمو المستدام، وأن تكون هي أساس لخلق الأعمال ولتقوية بنية الأعمال، وبما لا يدع الشك التنمية المجتمعية والاقتصادية. أنا أؤمن أن مصر مستعدة لذلك، وفي الحقيقة أن الانتقال ما بين أو تحول الاقتصادي المصري بدأ بالفعل. في العام الماضي كان هناك أصول غير مرئية بما فيها الملكية غير الفلكية والمعرفة والخبرة، وترتكز على الأساس الذي يقوم على أن أكثر من نصف الشركات المصرية 15 شركات مصرية كبيرة في هذا الصدد تمثل اقتصاد كبير مثل فوري، والتي أصبحت أكبر الشركات أحادية القرن، خط الرأسمال لها مليار دولار ب 2020. وأيضا النظام الأيكو سيستم لشركات الناشئة في مصر، والتي انتهت بحوالي 600 شركة ناشئة بعد 600 بالدولة. ولو في العام الماضي كل رأس المال الاستثماري تزايد وتخطى حاجز ليصل إلى حوالي 150 اتفاقية تم اتفاق عليها بما يقارب 450 مليون دولار، ويتوقع أن تصل إلى مليار في خلال سنتين. ولكن ليس فقط الأمر يعتمد هنا على المؤسسات والأصول الغير ملموسة لتحقيق النمو، ولكن نرى أيضا أن العلامات التجارية والهندسة والإعمار ممثلة بأوراسكوم تقوم أيضا بتقديم أصولها في ذلك، ونرى أن أيضا هناك أكثر من 550 مليار دولار تم تحقيقها في هذا الصدد، وهذا يحدد التزايد ما بين وضع العلاقات ما بين العلامات التجارية والمردود الاقتصادي بالدولة. واستخدام الحقوق الملكية الفكرية يساعد على لنأخذ الآن القصة من شركات عديدة تم تأسيسها وأنشئت بالقاهرة، فقد كانت مثل هذه الشركات تأسست بشكل سريع وبطريقة تنموية وبعمالة في واقع الأمر عالميا. نحن نرى هنا العديد من المشترين المميزين من كل أنحاء العالم. كان هناك واحدة من الفروع لهذه الشركات التي وصفت مصر بأن مصر والعالم العربي يمثلان التاريخ والتراث في واقع الأمر، ونحن نرى أن هناك بالفعل تحول يحدث في هذا الجزء من العالم. كما ترون أن هذا التحول في مسألة ريادة الأعمال بمثابة نمو يحدث في الصناعات الإبداعية، فبالعام الماضي كان هناك عائدات من صناعة الموسيقى في الشرق الأوسط وفي إفريقيا بنسبة تتجاوز 35%. كذلك كان هناك العديد من الصناعات الإبداعية في واقع الأمر. فعلى سبيل المثال نجد الحرف اليدوية التي توظف أكثر من 2 مليون من
من الأفراد. إن حماية حقوق الملكية الفكرية في واقع الأمر هو يدعم الاقتصاد المصري بطرق مختلفة، فالمجال الزراعي في واقع الأمر يساهم بنسبة 14% من العائد الإجمالي لمصر، ومسؤولا عن أكثر من توظيف العديد من الأفراد في القطاعات الريفية. نجد كذلك أن هناك سكان مصر ازداد عددهم ليصل إلى 128 في عام، من المتوقع أن يصل إلى 128 في عام 2030. وفي ظل هذه الاضطرابات التي تحدث في مناطق كثيرة في العالم، وهناك الكثير من التحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فنجد أن هناك حاجة ملحة لصناعة الأغذية الزراعية والابتكارات. نحن هنا نتحدث عن حماية الأصناف النباتية التي تلعب دورا هاما في تنمية الزراعية والاقتصادية. السيدات والسادة، كما ترون أن كل هذه الأمثلة تثبت بما لا يدعو مجالا للشك أهمية الملكية الفكرية في قطاعات مختلفة للاقتصاد المصري، وهذا هو سبب رئيسي لماذا تمثل استراتيجية حماية الملكية الفكرية تمثل في واقع الأمر استراتيجية هامة وتحمل بعدا أفقيا بدلا من أن يكون لها توجه رأسي. إن مثل هذه الاستراتيجية تحتوي على العديد من العناصر التي تعد هامة لإنجاح أي مهمة، فهي تضع طريقا واضحا من أجل رقمنة وتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية وكذلك لكافة الخدمات. إنها تضع أساسا لنشر فكرة الوعي حول حقوق الملكية الفكرية بما يتضمن ذلك قطاعات المرأة والشباب اللذان يمثلان نقطة هامة وفارقة، حينما نضع في الاعتبار أن هناك ما يقرب من 25 مليون طالب في المدارس المصرية، وهناك الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك العديد من الموسيقيين والفنانين وكذلك من الباحثين. إن هذا في واقع الأمر يمثل إطارا لتوحيد الجهود من كافة المؤسسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكذلك دفع بعجلة الطموحات من أجل إنشاء هيئة أو سلطة يمكن أن تعد هيئة قومية لحكاية الملكية الفكرية. كما ترون أننا في واقع الأمر نضع إطارا لتعظيم الفائدة للمنافع الاقتصادية التي يمكن أن نحصل عليها من إطار حماية حقوق الملكية الفكرية. نحن الآن ومع الإطلاق اليومي، نحن نرى مع هذه الاستراتيجية التي يمكن إطلاقها اليوم، نحن نتحول بالفعل من استراتيجية نضعها إلى استراتيجية يمكن تنفيذها من أجل أن نحقق إنجازا على أرض الواقع. كما ترون أن هناك العديد من الشواهد. في الأيام الماضية كان هناك محادثات بدأت، ولكن بدعمكم نستطيع أن نضع إطارا لوضع خطة يمكن أن تركز على المعطيات. كما ترون أن مؤسسة المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية قد قامت بتدريب ما يقرب من 270 ألف شخص في العامين الماضيين، وهي في واقع الأمر توسع من الدورات التدريبية للتركيز على المهارات التطبيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية. كما ترون أنها تضع كذلك إطارا تدريبيا للشركات الصاعدة حديثا ولتصدير أفكار تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية خاصة للشباب وهؤلاء رواد الأعمال. السيدات والسادة والسادة الضيوف، نحن حينما نتحدث عن مستقبل الاقتصاد، فإن سيادته سعادة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أشار بشكل واضح لأننا لابد أن نضع اهتمامنا للتعليم وللبحث العلمي وللابتكار الذي يمثل أولوية قصوى للدولة. ومع إطلاق استراتيجية اليوم، فإننا ندفع بهذه الأهداف من أجل تحقيق من أجل كتابة فصل جديد في التاريخ المصري المعاصر من الابتكار، والذي يعود لسنوات لآلاف السنوات. نحن بالفعل نرتكز على الابتكار وعلى أنظمة إبداعية لمصر. إن هذه المؤسسة وهي المؤسسة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، إنها تقف مستعدة معكم كمهد للحضارة ولكتابة فصل جديد. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. شكرا للسيد دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو.
والآن السيدات والسادة الحضور الكرام، يتفضل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتوقيع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية إذانا بإطلاقها رسميا، ويعقب ذلك كلمة لسيادته. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد دارين تانغ المدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو، معالي السيدات والسادة الوزراء، السيدات والسادة الأفاضل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المقرين، أصحاب السعادة السفيرات والسفراء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم في بداية كلمتي بتحية إعزاز وتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية من منطلق حرص سيادته البالغ على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في مصر. كما يطيب لي أن أرحب بحضراتكم اليوم في فعاليات هذه الاحتفالية التي تنظمها الدولة المصرية من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في مصر وتعد انعكاساً حقيقياً لاهتمام الدولة المصرية البالغ بهذا الملف، إيماناً بأهميته وإدراكاً لما تلعبه منظومة الملكية الفكرية من أدوار في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة برؤية مصر 2030 بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال وإلمامها بالدور المتعاظم لاقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي. ومن هذا المنطلق فقد صدرت توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تتولى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للملكية الفكرية، وعليه أصدرت قراراً بتشكيل لجنة برئاسة هيئة مستشاري مجلس الوزراء وبعضوية ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية لصياغة الاستراتيجية. وإنني على يقين كامل من أن كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لن تدخر جهداً في الاطلاع بأدوارها وتنفيذ المهام المطلوبة منها، سواء من خلال اتخاذ سياسات قطاعية ملائمة تتسق وأهداف ومحاور الاستراتيجية، أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة من أجل تحقيق هذه الأهداف. ولا يفوتني في نهاية كلمتي أن أكرر أسمى عبارات الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس الجمهورية على فائق رعاية سيادته واهتمامه بهذا الملف الهام. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ولكافة من شاركوا في صياغتها وإعدادها وإخراجها. وختاماً فإنني يسعدني أن أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس الجمهورية، والله أسأل أن يكلل جهودنا بالنجاح، والله ولي التوفيق. وشكراً لحضراتكم جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشكرا لكل السادة الوزراء والمتحدثين الكرام من المنظمات الدولية المختلفة. كل التحية للجهات والأجهزة القائمة على إعداد الاستراتيجية، وشكرا للسادة الحضور لتشريفكم، وبالتأكيد نتطلع جميعا لتحقيق كل أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية. دعونا نتكاتف لتعزيز مردودها على الفرد وعلى المجتمع. أشكر حضراتكم، وكل عام وأنتم بخير.